أيها الإخوات والأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. هذا الفيديو بغيت نهضر على شنو واقع في أمريكا يعني منذ الأسبوع اللي فات. المشكل اللي وقع في جامعة كولومبيا اللي تسبت فيه المديرة ديال الجامعة اللي هي مصرية سيساوية، اللي بغات تطبق داكشي ديال السيسي، بغات تطبقه في الجامعة الأمريكية، اللي أول مرة في تاريخ أمريكا أن مديرة الجامعة كتعيط للبوليس باش يدخلوا الحرم الجامعة باش يشدوا المتظاهرين. هذه أول مرة كتوقع في تاريخ أمريكا، وتكون تسبات فيه وحدة جاية من دولة ديكتاتورية وسيساوية من الفوق. أوكي، شنو طرا؟ أن في ودابا شنو وقع الجميل في هادشي كله؟ أن هاد القضية يعني خلات ماشي غير الطلاب ديال جامعات كولومبيا، ولكن خلات الطلاب ديال الجامعات الامريكيه كلهم خرجوا كيتظاهروا على هذه القضيه وكيتضامنوا مع غزه. المشكل اللي طرا هو ان يعني الطلاب ديال جامعات كولومبيا داروا اعتصام داخل الحرم الجامعي، ماشي في الزنقه، داروا اعتصام داخل الحرم الجامعي اللي البوليس ما عندوش الحق يدخل. داروا اعتصامات، المديرة ديال الجامعة اللي هي شفيق، نعمة شفيق، مع سيساوية عندها أفكار ديكتاتورية، ما بغاتش يطرى ليها بحال اللي طرى مثلا المديرة ديال جامعة بنسلفانيا ولا المديرة ديال هارفارد. أشنو دارت؟ لأن هاد الناس قدموا الاستقالة ديالهم، فضلوا أنهم يقدموا الاستقالة على أنهم مثلا يقمعوا الطلاب اللي كيتضامنوا مع داكشي اللي طاري في غزة. يعني شيء مشروع، هذا شيء هدف التاريخ ديال الجامعة الأمريكية. يعني الناس فين ما كتكون شي حاجة، الطلاب كيعتصموا كيديروا مظاهرات، شيء عادي في الجامعة الأمريكية، كيحميه الدستور الأمريكي. وما عند حتى شي واحد الحق انه يجي، يعني عندهم الحق يفرقوهم، عندهم الحق مثلا يجيو يحيدهم، ولكن ما عندهمش الحق يطلق القبض على شي واحد من حرم الجامعة، من الحرم الجامعي. وهذا هو المشكل اللي طرا في جامعة كولومبيا، ان ملي هي عيطت للبوليس وقالت لهم خصكم تشدوا لي هادو، شدوهم، داروا لهم مينوطات، شدوهم للحبس، ماشي غيتحاكموا ولا شي حاجه، ولكن لان مظاهرات. المشكل الخطير اللي قامت به هذه المديره، هذه المصريه السيساويه، وهي انها فصلت الطلاب من الجامعه، فصلت تقريبا واحد العدد كبير، شي 50 واحد مع 60، فصلتهم من الجامعه. دوك مثلا الرؤساء ديال الجمعيات الطلابيه كلهم فصلاتهم، فيهم يهود، فيهم عرب، فيهم امريكان، فيهم كل شيء، وفيهم حتى بنت عضوة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر. يعني بنت إلهان عمر حتى هي تفصلت من الجامعة. علاش؟ لأن الأم ديال هاد الطالبة اللي هي إلهان عمر صبنات المديرة ديال جامعة كولومبيا في ذاك التحقيق اللي كيديروا في الكونغرس ملي كيوقع بحال هاد المشاكل. صبناتها مزيان، قالت لها واش 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 فات لك شفتي الطلاب ديال الجامعه كيتظاهروا على المسلمين؟ قالت لها لا. قالت لها واش شفتي الطلاب كيتظاهروا على الوجود ديال فلسطين في الجامعه؟ قالت لها لا. قالت لها واش شفتي شي مظاهرات ضد اليهود في الجامعه؟ قالت لها لا. قالت لها دونك هاد الناس اللي خرجوا كيتظاهروا، هاد الشباب اللي كيتظاهروا ما كيتظاهروش على شي شخص ولا على اليهود ولا على المسلمين، ولكن كيتظاهروا على الحرب، بغاو الحرب تحبس، بغاو ديك العمليه ديال الاباده اللي كيقوم بها الكيان الصهيوني بغا تحبس. وهذا الشيء اللي طرا. والنهار الاخر جرات لي على بنتها من الجامعه، اللي خلى الان الجامعات الامريكيه يعني بحال، يعني هذه كانت حركه جميله جدا من هاد، يعني الايجابيات اللي جات من وراء هاد الشيء اللي وقع، احسن كون ما تدخلاتش. شتي مثلا كون هاد المديره، هاد شفيق، هاد السيساويه، كون ما تدخلاتش وخلات الطلبه كيظهروا كيف ما بغاو بطرق سلميه، حتى حاجه ما كانت غادي تطرا، لان شيء عادي الناس كيتظاهروا. ولكن اللي خلى الجامعات الامريكيه كلها دابا خرجت قد تظاهر تضامنا مع غزه، وكيطالبوا بطرد هاد المديره، وكيطالبوها بانها تقدم الاستقاله، وستقدم الاستقاله. يعني ماشي ماشي ماشي
ما غاديش تبقى يعني، يا اما غادي تطرد ولا غادي عند جوج الحلول، يا اما غادي تطرد لان الاصوات في جميع امريكا خرجت كطالب بالطرد ديالها لانها اخترقت الدستور الامريكي، ولا غتقدم الاستقاله. عند جوج الحلول، يا اما هي غاديه بحالها غاديه بحالها. المهم هادشي اللي غادي يطرا يعني من هنا في الاسابيع المقبله، هادشي اللي غادي يطرا يعني. هي يعني خربقاتها مزيان يعني، خربقات يعني بحال لا يعني تجاوزات الدستور الامريكي اللي كيحمي حريه التعبير، اللي كيحمي حريه التجمع، اللي كيحمي حريه الاعتصامات داخل الحرم الجامعي. هادشي هي تجاوزات، وهي هادشي هي غادي. ولكن الجميل في هادشي كيف ما قلت لكم، خلى يعني هاد الخطوه اللي دارت خلات الشباب في امريكا كله غادي يخرج يتظاهر وكيتضامن مع غزه. واليوم يعني الحكومه الامريكيه حاط يعني لاقيه راسها داخل بحال داخل الفخ. يعني الحكومه الامريكيه اللي كتقدم المساعدات لاسرائيل، حتى ان يهودي عضو يهودي في البرلمان الامريكي رفض يمضي على تقديم المساعدات لدوله الكيان الصهيوني. يعني هنا يعني هناك بعض الناس يعني الغرب، كنشوفوا مثلا الحكومات، لان كنعرفوا ان الحكومات كلهم يعني مطبله للنظام العالمي الجديد، مطبلين الناس اللي كيحكموا العالم يعني كلهم كيطبلوا. ولكن يعني قاموا بتخدير الشعوب ديالهم باش حتى هما يامنوا بهذه الفكره. ولكن هذا الشيء اللي طاري حاليا في امريكا خلى الشعب تيفيق، تيقول هاد الناس كانوا كيكذبوا علينا ما عرفتش 50 عام وما 60 عام تيكذبوا علينا، تيقول لنا ودي اسرائيل راه مظلومه، اسرائيل راهي كدافع على راسها. ولكن من هاد الاباده اللي انتشرت بهذه الطريقه، يعني بهذا الانتشار اللي ما عمره كان في تاريخ امريكا، اعطى واحد الصوره اخرى لامريكا، اعطى واحد الصوره اخرى للشعب الامريكي. ماشي غير ماشي في امريكا، كنشوف هادشي في جميع انحاء العالم. ولكن اليوم يعني بعض الجامعات سدوا، اليوم ما كاينش القرايه، يعني كولومبيا ساده اليوم، ما 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 كاين لا قرايه لا والو، صافي سدوا، لان ما قدروش يعني ما قدروش يحميو، ما يقدروش يحميو هاد يعني ما يمكنش يعني غتوقع شي حاجه خايبه. شنو فضلوا؟ فضلوا انهم يسدوا الجامعه. جامعه مينيسوتا حتى هي دايره اعتصام، دايره اعتصام كبير. كاليفورنيا اختار اي ولايه في امريكا في هذا النهار، يعني امريكا كلها اعتصامات، الشباب الامريكي الطلاب الامريكيين كلهم في اعتصامات. هنا السؤال المطروح اللي بغيت نوجهه هو يعني بحال المغرب مثلا اللي كنعرفوا، يعني الجامعات المغربيه عندها تاريخ في المظاهرات، عندها تاريخ في هذا الشيء اللي كيوقع. ولكن حاليا كنشوفوا الجامعات المغربيه يعني بحال قاموا يعني زرعوا واحد الجيل اللي ما كيامنش كاع بهذا التخربيق هذا، تيقول لك هادشي التخربيق وهادشي. وفعلا لان كنشوف مثلا الجامعات الامريكيه في الثمانينات وفي السبعينات كانت يعني المظاهرات، كان حراك طلابي كبير في الجامعات المغربيه. ولكن منذ الالفينات لحد الان ما بقينش كنشوف مثلا ذاك الحراك الطلابي في المغرب اللي كيف كان. ولكن النظام المغربي خدم على هذه القضيه عن طريق التعليم، عن طريق التخدير، طلع واحد الجيل اللي يلاه كيديها غير في المشطاد شعرو مثلا، في الوجود على منصات التواصل الاجتماعي، وذاك التخربيق اللي كنشوفه حاليا في المغرب. يعني باش الانسان مثلا تكون عنده مثلا يكون عنده راي، ولا مثلا تكون عنده فكره على اللي طاري في العالم، ولا مثلا بحال هذا الشيء اللي واقع. يعني ما كنشوفوش مثلا شي خروج في المغرب، كنشوف مثلا خرجات في المغرب الناس اللي كيتضامنوا مع الشعب الفلسطيني ولا مع شعب غزه. ولكن ما كاينش مثلا على الصعيد الطلابي مثلا الجامعات المغربيه، ما كاينش حراك في الجامعات المغربيه. وهذا الشيء كل شيء كيرجع للنظام اللي صنع واحد الجيل اللي غير قادر، وهما نجحوا. دابا النظام المغربي لقى راسو نجح، ان ملي كيشوف مثلا ما كاينش حراك طلابي في الشوارع على تضامنا مع شعب غزه، يعني راه نجح، يعني نجح. وخاصة مع التدخل الصهيوني في المغرب، الأموال ديال اللي كتجي من الصهاينة اللي كتصرف على الأفلام، على الأغاني، يعني خلقوا واحد الجيل اللي مخدر فعلا
فعلا مخدر اللي ما غاديش يقدر يقدم شي حاجه مثلا للوطن المغربي. وهذا الشيء اللي كنقول لكم يعني وقع حاليا في امريكا، غيكون تاثير عليه حتى على الانتخابات. يعني دابا الناس فهموا يعني، لان هناك بزاف الناس مثلا ملي كتكون الانتخابات بزاف الناس ما كيهتموش بالسياسات الخارجيه، مثلا فين كتمشي مثلا المساعدات الامريكيه اللي كتمشي للخارج، هاد الناس ما كيكونش عندهم المام. ولكن مؤخرا بهذه القضيه ديال هذا الشيء اللي وقع حاليا في غزه، يعني المواطن الامريكي ولا كيتساءل، مثلا غزه اوكرانيا، يعني الشعب الامريكي ولا كيتساءل فين كتمشي هذه المساعدات الامريكيه اللي كتمشي بملايير اللي هي من الضرائب ديال الشعب الامريكي، فين كتمشي. دابا فهموا عرفوا ان هناك اختلالات. هذا الشيء علاش غادي الانتخابات غادي يكون فيها الانسان يعني صعيب باش ينتخب، غيبقاو الناس مثلا يبقاو يتساءلوا حتى على السياسات الخارجيه، لان غالبا الناس كان مثلا يهتمون بالسياسات الداخليه، بالتعليم، بالصحه، بالحريات، بعده اشياء. ولكن حاليا ملي وقعت هذه القضيه الناس بداو كيفهموا ان المليارات كتمشي مثلا لدول ديكتاتوريه، كتمشي لانظمه ديكتاتوريه، كتمشي لاشياء غير صالحه، المواطن الامريكي بدا كيفهم يعني المساعدات الامريكيه فين خاصها تمشي. دابا ولا كيتطرح مثلا اسئله، ولات كتطرح مثلا على المنتخبين ديال البرلمان، الكونغرس، الرئاسه، ولات كتطرح اسئله على السياسات الخارجيه وعلى المساعدات الخارجيه كيفاش كتمشي وكيفاش كتصرف. وهذا شيء جميل جدا. يعني انا حتى مثلا كان اصبت بال كيف يعني بالاحباط ملي شفت مثلا الشعب الامريكي بدا كينسى هذه القضيه ديال غزه. ولكن بعد الاحداث ديال كولومبيا يعني هناك يعني غيرت الراي ديالي. يعني الشعب الامريكي ماشي هو الحكومه الامريكيه، الشعب الامريكي ماشي هو المسؤولين الامريكيين، هناك فرق كبير ما بين الشعب والمسؤولين. هذا الشيء اللي بغيت نقول، يعني الشعب الامريكي فهم واحد القضيه من اللي خرج كيتضامن مع الشعب ولا مع الطلبه الفلسطينيين ولا مع الطلبه ديال جامعه كولومبيا. هذا شيء جميل جدا، وهذا يعني غادي يغير حتى الرؤيه ولا الرؤى ديال المجتمع الامريكي والمجتمع الغربي، اللي كنلقاو المجتمعات يعني في هناك فرق شاسع ما بين طموحات الشعوب وطموحات الحكومات اللي هي حكومات صهيونيه، مسؤولين صهيونيين يؤمنون بالصهيونيه، ماشي غير في امريكا، جميع انحاء دول الغرب. يعني عاد فهمنا ان دول الغرب كلها يعني كتحكمها حكومات صهيونيه بدون استثناء. وملي خرج هذه المظاهرات هذه يعني بانت الفكره ان الشعوب لا علاقه لها بما يحدث في الكواليس الحكوميه. كنتمنى يعجبكم الموضوع. تبارك الله عليكم، والى فيديو اخر، والسلام عليكم.